تعال نخش بقى على حسن الشامي. تعال تعال نخش بقى على حسن الشامي. ايه بقى يعني ايه منصب شؤون اللاعبين في المقاولين العرب؟ ليه مش مدير كوره؟ ليه اسمه شؤون اللاعبين؟ ليه مش سبورتس دايركتور؟ يعني اشمعنى شؤون اللاعبين؟ ايه اختصاصك بالظبط؟ ايه الشغلانه؟ ايه الجوب ديسكريبشن زي ما بيقولوا يعني؟ بص يا كيمو، هو الموضوع انا ما اتكلمش على الموضوع ده قبل كده مع حد، بس هي قصه ان الاداره كانوا شايفين دور حسن في اوضه اللبس في الفتره اللي انا كنت لاعب فيها، وانت اتكلمت عن الموضوع ده باستفاضه قبل كده، والحمد لله ان الاداره كانت شايفه الدور ده، زمايلي اللعيبه شايفين ده. فالاداره مجرد ما فكره ان حسن خلاص هيبطل او مش هيكمل عايزينك معانا، كانوا رافضين فكره ان انا امشي. انا كان جاي لي عروض في الدوري الممتاز، الاداره رفضت. والعلاقه بيني وبينهم يعني ابني بيتعامل مع 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 والده المهندس محمد عادل او والده المهندس محسن صلاح، في علاقه حب بيننا واحترام وتقدير. الناس دي قدوه بالنسبه لي، بتعلم منهم حاجات كتيره جدا. ففكره ان ما انت لعيب كوره ودي اداره نادي، فانت جالك عرض وجالك فلوس اكتر فامشي، لا العلاقه ما كانتش كده خالص، وانا ما كنتش حابب ده. ولما المهندس محمد عادل خرج في التلفزيون واتكلم قال ان انا بجهز حسن الشامي يكون خليفتي في المكان ده، فدي حاجه كبيره قوي ولازم اكون عند حسن ظن، عند حسن ظن الناس دي. فما ينفعش لما يتعرض عليا مقابل مادي، انا اتعرض عليا مقابل مادي اكتر من اللي كنت باخده في المقاولين، وناس كتير جدا من القريبين مني نصحوني ان انا اكمل. ما تعتزلش، انت قادر واقف على رجلك، لاعب ممكن ترجع المقاولين في اي وقت كمان، لاعب 27 مباراه وانت فطبيعي والناس كلها عايزك تكمل. لدرجه ان انا لما خبر الاعتزال ده اعلن مفاجأة. كل الناس كانت رافضه الفكره، وكل الناس لا يقدر يكمل سنتين كمان. كنت مبسوط من ده، ان انا لعيب ما لعبش اهلي وزمالك، في لعيب اهلي وزمالك ما فيش حد حس بيهم لما اعتزلوا. ففكره ان انت يتقال ان حسن بيعتزل والناس كلها تبقى رافضه الفكره، ده عشان انت لحد اخر مباراه انت رجلك في الملعب وواقف على رجلك وبتلعب كويس. فانت هي انا بالنسبه لي شخصيا كمان كانت مفاجاه طبعًا. فجاه لقيتك بتقول انا اعتزلت. فده انتصار لي، انا كنت حابب اكمل لكن لظروف ما خلاص انا ارتضيت بالقرار، وارتضيت كمان بقرار مجلس الاداره اللي الناس بتثق فيها وانا بثق فيهم جدا. فالمهندس محمد عادل نصا، كنت انا في فرنسا في التوقيت ده، قال لي انا عارف انا بفكر لك ازاي وانا شايفك فين. ولما عرض من وادي دجله من موسمين ان انا اعتزل وامسك منصب كويس جدا في وادي دجله، الاداره في المقاولين العرب رفضت وقالت لا احنا بنأهلك وبنجهزك ان انت تكون كادر مهم للنادي في المستقبل وكادر للرياضه بشكل عام. ففكره ان اداره النادي تبقى في ظهري وسبورت ليا، فده بيديني يعني دوافع كتيره وطموح كبير جدا ان انا اكون عند حسن ظنهم. ففكره ان انا بقى مدير شؤون اللاعبين، انا موجود دلوقتي بتمرن، عندنا يعني عندنا اساتذه في نادي المقاولين العرب سواء مدربين او اداريين بحاول اتعلم منهم بشكل كويس. كفايه ان انا وجودي بشكل دائم دلوقتي مع المهندس محمد عادل، مديني صلاحيات كتير، اتفرج على لعيبه، عايزك تاخد كورسات تدريب، كورسات اداره، ده اللي انا شغال عليه. طبعا عملت كده طبعا. انا بص يا كريم، في ناس بتبقى حاسه ان هي انت عندك مثلا الموهبه، موهبه الشخص القيادي دي موهبه، في ناس تاخد الموهبه دي وتقول ايه انا هكمل بالموهبه دي وخلاص. مستحيل تنجح. مستحيل. الموهبه لو انت ما بتثقلهاش بدراسه مستحيل هتنجح. عظيم. مستحيل. عملت ايه بقى؟ اول حاجه انا خدت كورسات مذيع رياضي وخدت تحليل اداء. مش بنفسك ولا حاجه، بس عارف اللي هو ايه. بص يا كريم، مجال الكوره عموما كله مرتبط ببعضه. الاعلام الرياضي مرتبط بالتحليل الفني. لو عملتها تبقى جامد جدا بجد والله. لا ده شهاده اعتز بيها طبعا. وانا بتعلم منكم، وانت عارف كويس قوي ان الجيل بتاعكم هاني وانت وابراهيم، المجموعه دي كلها مجموعه الواحد مبسوط بيهم جدا، وحاجه محترمه وقدرتوا تثبتوا نفسكم، فدي حاجه كويسه جدا. ودايما نقاش انا وانت، ببقى شايف ان في ناس ما بيبقوش خريج اعلام لكن ناس بتدرس وبتتقل الموهبه عندها بالدراسه. فدايما الدراسه بتفرق. فانت خدت خطوه في موضوع الاعلام الرياضي. خدت كورسات مذيع رياضي وخدت كورسات في تحليل الاداء، خدت دورة الأساسية من الاتحاد الاسكتلندي. دي رخصة ودي صعبة جدا، بس الحمد لله ربنا كرمني وقدرت أخدها، وإن شاء الله أخد السي قريب. فلو قدرت أخد السي كمان هعمل معادلة وأخد السي الأسيوية. فأنا عايز خلال الموسم ده، وكمان الإدارة واقفة في ظهري في موضوع السي آي إس، دورة الإدارة الرياضية. فكل ده إن شاء الله. أنا عارف الموضوع متعب جدا. هسألك سؤال بس جاوبني بصراحة. في الدورة بتاعت الاتحاد الاسكتلندي ديت، مين كان اشطر في الاخر، انت ولا هاني حتحوت؟ طبعا هاني حتحوت طبعا. لا يبقى انت كده بتكذب عليا. عارف لو قلت لي في الاعلام هقول لك طبعا هو يعني ينجح. اصل هاني دايما هاني عايز يصدرني بشكل كويس قوي. هو هاني بيحبني جدا. جميل هاني. وانا بحب هاني. الناس كلها والناس كلها بتحبه. وانا بحب هاني، فهاني احسن مني مليون مره. يا حبيبي. اصل انا وهاني كنا جروب، يعني انا وهو هناك بيقسمونا زي جروب كده، كل ست لعيبه مع بعض، وبعد كده في اخر يوم بقى اتزنقنا بقى كل اتنين مع بعض، فانا وهاني كنا مع بعض. بس الحمد لله يعني اشادوا بينا بشكل كبير جدا. والجروب بتاعنا وهاني خد تقدير جميل جدا. الله يعني عليك. الحمد لله. الله عليك. طيب يعني انت اشتغل يعني خدت كورسات اعلام وخدت كورسات اداره وخدت كورسات تدريب، انت بقى نفسك
لما تيجي تقعد مع نفسك وتقول ايه انا عايز الكارير بتاعي يمشي في اني لاين، انت مختار اني لاين جواك؟ بص يا كريم، اداره، تدريب، اعلام. انا انا برضو انا بقول لك بحكم قربي من الاداره بشكل كبير يعني، فانا الشخصيتين دول فارقين معايا قوي، المهندس محسن ومحسن صلاح والمهندس محمد عادل، وكمان ماجد سامي من الناس اللي انا بحبها جدا وقريب منه جدا، فبرضو الراجل ده برضو حببني ازاي في فكره الاداره، وهو مقتنع بيا جدا في الجزئيه دي. لكن برضو هم شايفيني لا خليك برضو ادرس برضو الجانب الفني، احنا بنجهز كادر للنادي، عايزينك تبقى جاهز في كل حاجه. كابتن هاب جلال لما بدا شغل بدا مدير كوره، بعد كده بقى مدير فني. كابتن شوقي غريب انا اتعاملت معاه في فترتين في الانتاج وفي المقاولين، اعظم اداري شفته في حياتي بجد يعني. كابتن شوقي غريب انا ما شفتش حد اداريا ولا منظم ولا بيحط سيستم زيه، ف وكابتن شوقي غريب مدير فني وحقق القاب كتيره جدا. فانا عشان كده انا بقول لك فكره الاداره ما تنفصلش ابدا عن فكره صح. انا متفهم ده، فلازم اخد كل حاجه وبعد كده لما احس نفسي في مكان انا بقيت مميز فيه واقدر اتقنه ده اللي ياخد درجتين اكتر، هديله ده بقى في التوقيت ده اقدر. لان انا خلينا اكون صريح معاك، ما ينفعش في اول شهرين ابدا اقول لك لا انا عايز كذا وانا مولع بكذا وعايز انفذ كذا، لا انا دلوقتي قدامي المساحه، ناس بتساعدني، ناس في ضهري، النادي كله باكمل واقف في ضهري، سواء مدربين ناشئين، اداريين ناشئين، اداريين كبار، مدربين في الفريق الاول، كل الناس واقفه في ضهري، اداره واقفه في ضهري، حاسين ان حسن عنده الملكه دي وعنده الموهبه دي ويقدر يفيد النادي في المستقبل. فليه انا ما ابقاش طماع وليه ما اخدش كل حاجه وادرس كل حاجه واجي بعد سنه اشوف نفسي انا وقفت فين، وبعدها ابدا اقرر ايه المكان اللي انا ممكن اضيف للنادي فيه. واعتقد خدت خطوات انك تعمل معايشات بره مصر تدريبيه؟ بص انا كنت في المانيا من فتره ورحت برضو فرنسا، بس الفتره الجايه ان شاء الله يعني الموضوع هيبقى بشكل يعني علمي اكتر ودراسه اكتر. الحمد لله ان ربنا كرمني واخدت الدوره الاساسيه من الاتحاد الاسكتلندي، هايل، ووعدونا ان شاء الله برضو هنا هناخد السي هنا ممتاز. بعدها ان شاء الله اقدر اطلع اخد البي في اسكتلندا برضو ان شاء الله يعني. هايل. ناس مبسوطين مني جدا وعلاقتي بيهم كويسه جدا، فده دي الخطوه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم خلال الموسم ده اكون خدت خطوات كويسه جدا هتفيدني على المستوى الشخصي. انت عارفني انا ما بت يعني الحمد لله ما بملش من الاعلام يعني. هي لما انت بقى بدات تاخد الكورسات التدريبيه او الاداريه، خلينا في التدريبيه تحديدا، سمعت او شفت حاجات جديده ولا انت حسيت انه الكلام ده انت سمعته وشفته قبل كده 100 مره؟ في ناس لما تيجي تروح تاخد الكورسات دي تقول لك انه ما دي الحاجات اللي احنا بنعملها في الملعب طول حياتنا يعني الجديد. بص يا كريم انا فعلا يعني فعلا الحاجات دي بتمر عليك في الملعب، لكن في حاجات تكات صغيره كده انت ما بتشوفهاش ولا بتسمعها. فانا فوجئت بده لما دخلت في كورسات تحليل الاداء، فوجئت ان في حاجات كتير وقع مني، في حاجات كتير ما اتقالتش قدامي، في حاجات مدربين ما قالوهاش قدامي. خلي بالك فكره محلل الاداء في مصر فكره حديثه، مش من زمان، لسه بتطبق حديثا، وهي فكره مهمه جدا. التخصصيه في كره القدم بره فرقه معاهم بشكل كبير. احنا هنا ممكن تلاقي مدير فني بيعمل كل حاجه، لا دلوقتي ما عادش الكلام ده. احنا عندنا النهارده محلل اداء في الفريق، عندنا اكتر من مدرب، كل مدرب ليه مهام، المدير الفني بيوزع المهام على المدربين عشان يقدر هو في الاخر يبقى كوتش، يقدر يدير المباراه بشكل كويس. فالتخصصيه مهمه جدا. لا انا اكتشفت ان في حاجات كتير كانت ناقصاني، وكل يوم لما بتستفاد بمعلومه بتدور على المعلومه اللي بعد كده. فلا الدراسه هتفرق طيب. بشكل كبير.